كما بحث وكيل وزارة الخارجية لشؤون السياسية الدكتور منصور باجاش مع القائم بأعمال السفارة الصينية لدى اليمن تشاو تشينغ سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك. واطلع الدكتور باجاش السيد تشينغ على أواخر مجدات في الساحة اليمنية ورغبة الحكومات في إحلال السلام الشامل والمستدام وإنهاء الحرب وإعادة الإعمار. من جانبه جدد تشينغ دعم بلاده للحكومة ولكل ما يضمن أمن واستقرار اليمن ويحقق تطلعات الشعب اليمني.